هلا عندي هون دجاج منظف تمام. هلا هون بدي احط التتبيله اللي بدي اتبل فيها الدجاج. حلو، بدنا نعمله على الخلاط. يس، رح احط كل البهارات. يس، هون ضفت الزنجبيل. تمام، خلص نشيل هاي الوصفة. الملح، شويه كركم. أوكي. واذا ما بتحبوا كركم زي ما بدكم. شوي شوي، خلينا نعيد عشان المتابعين. اذا ايش حطينا جوا؟ زنجبيل بودره، حطيت ملح وشويه كركم. تمام، فلفل اسود. حلو، هحط هون كمان كمون وهون كاري. تمام تمام، هحط هون كمان البهارات الحب صحيحة، عود قرفة، ورق غار، ورق غار. هحط كمان 3 حبات من الثوم. حلو، أنا بحب شوية تكون نكهة الثوم يعني ظاهرة ظاهرة. إذا بتحبوا إنه لا حطوا بس حبتين. رح أضيف كمان هون حب هال، كبشة قرنفل. تتبيلة من الآخر كثير طيبة. هلا بدنا نطحن كل هاي الاشياء مع بعض. هلا قبل ما اطحنها رح اضيف عليها لبن. اوكي، لبن زبادي. يس، يعني شبيهه نوعا ما بتتبيله التندوري شوي. يس شوي، لانه فيها لبن وبهارات. رح احط فيها كمان بصل مقلي. انا هذا البصل قليته في البيت، هذا اللي رح يميزنك، هالبصل المقلي صح. كثير بعطيها نكهه كثير طيبه. اوكي، فاذا هذا الخليط كله سمير بدنا نطحنه ونتبل فيه الدجاج. تمام. طيب هلا تبلت الدجاج، هلا كل ما بتبلوا الدجاج مده اطول كل ما بعطيكم نكهه طبعا اطيب. اكيد. هلا يعني شو الخطوه الثانيه؟ هلا بدي احط زيت البصل اللي قليت فيه، رح احط شوي بالطنجره. اوكي، اذا زيت اللي قلينا فيه البصل اللي برضه استعملناه بالتتبيله. هلا بدي احط الدجاج واقلبه. هلا اذا بدنا نقلب الدجاج. ما تحط، حط ما تحط، وطي لك الحرارة. يا ريت. يلا إذا رح ننزل البطاطا مع الدجاج. كلها حنزله مع بعض. هاتي عنك هيك، وأعطيها تقليبة بسرعة على السريع. فاترة يعني بالحياة الغرفة. رح أضيف بس 2 كوب، ما يعني حط كثير مي. إذا بس 2 كوب من المي الدافية. هلا هون غلينا مي، حطينا فيها بهارات صحيحة وحطينا فيها شوية زيت نباتي وكيس حجاب. خلينا نفرجيهم. هي هاي بهارات حطت. إيش حاطة فيها؟ هذا كيس حجاب يا شيف. حطت فيها هيل وكبشة قرنفل. أوكي، وحطينا شوية زيت وملح وعود قرفة. يلا نحط الرز. يلا ريما عشان ما يروح علينا الوقت. بسم الله بسم الله بسم الله. احنا طبعا مستعجلين مزبوط عشان تاخذوا كل الخطوات. يا رز بسمتي هذا نقوع. تمام، يعني اقل شيء تنقعوه لمده ساعه. هذا بدنا نشخله هلا، طريقه الرز المشخول اكيد يعني كل صار يعرفه. هاتي لمده 5 دقائق وبعدين حصفيه. تمام. اوكي، بتحبي تعملي خطوه الدقوس قبل ما نعمل خطوه الدقوس؟ هلا عشان نوضح للمشاهدين. اوكي، هلا هذا الدقوس بتقدم جنب الزربيان العدني، جنب المندي الكبسه. حطيت هون بندوره وحطيت كزبره خضراء وقرن فلفل حار. رح احط عليه كمان عصير ليمون وشويه ملح صح؟ اها، هي شويه ملح. يلا ريم، زيت زيتون بدك اشي؟ لا لا ما في داعي. تمام تمام. هلا زي ما هون قلت المي، رح اضيف هون الرز، رح اضيفه هون. بدك على درجة حرارة؟ يا هلا عالية نوعا ما شوي. لا لا مش عالية، نص نص. اوكي، وححط هون البصل اللي قليته. ممتاز. بالنص. تمام، احنا يعني تقريبا 5 دقائق معانا، من شو الله بنكون ساكبين يعني حكي الخطوات وساكبين براحتنا ماكلين وماكلين ومتغدين. هاي الجاهزه. تمام، في رح اضيف الزعفران منقوع بس بمي. نايس، سهله. تمام. حلوه الاكله، كثير سهله وحلوه كثير للعزايم. نكهاتها رهيبه. بتحبي شوكه او شيء هيك بس تحركي نقطه ولا شيء؟ خلص بنسكر عليها وبنضغط عليها. او صح، بتغطها بالفويل. اوكي، هاي فويل. اوكي، نسيتها هاي. حضغطها بالفويل واتركها على نار هاديه لمده
40 دقيقة لساعة. اوكي، إذا احنا هيك صارت كل خطوات الأكلة عندنا جاهزة. بسم الله. بسم الله الرحمن، قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق. الله. برافو. هاي بزكفوا لك الشباب مبسوطين. ابدا. يلا. ناري ناري. بتطب القاعدة، عودوني عودوني. نشوف. الله. الدجاج لسه. الله. ايوه. الله. اوه. الله. أيوة. الله. خليني استني استني. عشان حرام كله أيوة. يبين. يلا. ضيق حبيبتي. يا عيني. الشباب مبسوطين كلهم. عشان كله. ما نخسر أي شيء من هذا القوام، بدنا بس ننزل قطع الدجاج اللي عندنا. يا عيني. يا عيني. يا عيني على الروائح الطيبة. يا الله. والله تسلم ايدك يا شيف ريما. ايديك. ريحته طيبه على فكره. شيء شيء خيال بامانه. ريحته خرافي، انا كثير بحب اعمله. جدا رائعه. يعني وقت خصوصا وقت العزايم ببيض الوجه صراحه. اه خلص الطبق بتخلصي منه بتحطيه على النار. بحضره قبل بيوم بتبل الدجاج وثاني يوم بس بعمل رز المشغول وخلص. اوكي. لحمه بنفس التتبيل اللي سويتيها للدجاج. نفس الطريقه. تمام تمام ستنا تمام. في اللي بحبوه على لحمه وفي بحبوه على دجاج. تمام. وصفة لطيفة مختلفة. رائعة. فرح نزينها بالمكسرات. أنا من محبي أكلات الرز إجمالاً. أنا من محبي أكلات. يعني بحس أكثر الناس يعني أكلات الرز هاي. خصوصاً إذا فيها بهارات هيك غنية ولطيفة. شوف ديما بتشوفي أبو عون لما يسوي الرز كيف؟ أستاذ. يعني رائع. أستاذ أبو عون الله يسعده. شيخ الشفات. طيب فاذا هلا رح نزين بشويه كزبره خضراء. بتقدري ريما تعيدي سريعا خطوات الاكل؟ خطوات كيف سويناها من البدايه. اوكي، هلا اول شيء بجيب دجاج مقطع. يعني بجيب دجاج مقطع بتبله بتتبيله بهارات هي الكمون، الكاري، الكركم، الفلفل الاسود، اللبن، وبكون قالي بصل كمان بحط في التتبيله بصل مقلي. اوكي، وكله بخلطه بتبل فيه الدجاج. بعدين بنفس الزيت اللي قليت فيه البصل بحط بطنجره شوية زيت، وبعدين بقلب فيه الدجاج وبضيف كمان بطاطا مقطعة وبغمرها شوية مي مش كتير. بعد مرور ساعتين عبين ما تستوي الدجاج بضيف بعمل الرز المشغول. الرز المشغول هو إنه نجيب مي نخليها تغلي، بضيف توابل الكاملة، توابل القرفة، البهارات صحيحة، الورق غار، الملح، شوية كمان زيت، وبس بحط الرز وبخليه خمس دقائق بس قبل ما يتسلق الرز سلقة سريعة. يعني سلقة هيك على السريع. تمام. بعدين بصفيه وبحطه فوق الدجاج بعد ما استوى. بحط أول شيء طبقة رز، بعدين بحط البصل المقلي، بعدين برجع كمان بحط طبقة الرز، وآخر شيء بضيف منقوع الزعفران مع الماء. كثير طيب. نحتاج لكل كيلو دجاج كوب من اللبن، بدنا معلقتين كبار من البصل، بدنا زنجبيل، كاري، كمون، ملح، فلفل، حبتين من الهال، بالإضافة ل كبشة قرنفل، حبتين ثوم، قرفة، بطاطا، بالإضافة للرز المشغول اللي رح نعمله قدامكم. بدنا 4 كاسات من الأرز البسمتي وماء مغلي، بالإضافة ل عود قرفة، زيت نباتي، ملح حسب الحاجة، وهال وزعفران ومكسرات مقلية. نحتاج كمان للدقوس 3 حبات بندورة، 4 معالق أو 3 معالق من عصير الليمون، ومنحتاج فلفل أخضر، ملح، وكزبرة طازجة.